الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه الحي القيوم الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون قيوم السماوات والأرض القوي العزيز القوي العزيز القاهر فوق العباد جبار السماوات والأرض لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول الحمد لله وكفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يفترون الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل عاقد وعاقدة الله أكبر من كل عاقد وعاقدة الله أكبر من كل نافث ونافثة الله أكبر من كل نافث ونافثة
الله أكبر ممن عقد العقد، الله أكبر ممن كتب ونفث ودفن، الله أكبر من كل ساحر عليم، الله أكبر من كل ساحر عليم، الله أكبر من كل سحر عظيم، الله أكبر من كل سحر قديم، الله أكبر من كل السحرة، الله أكبر مما يعقدون ويعملون، الله أكبر من كل ظالم، الله أكبر من كل حاسد وحاسدة، الله أكبر من كل حاسد وحاسدة، الله أكبر من كل عائن وعائنة، الله أكبر من كل عائن وعائنة، الله أكبر من كل عين لامة، الله أكبر من كل عين لامة، الله أكبر من كل عين لامة، الله أكبر من كل مارد وماردة، الله أكبر من كل عاشق وعاشقة، الله أكبر من كل عاشق وعاشقة، الله أكبر من كل معتد أثيم، من كل معتد أثيم، الله أكبر من كل باطل، الله يمحق كل باطل، الله يدحر كل ظالم، الله يدحر كل ظالم، إنه هو القوي العزيز. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس أو عين حاسد، 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 الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن شر عباده، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا من أنفس الجن، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه،
من همزه ونفخه ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، 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 وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، كل آمن بالله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين قريب من المحسنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون ويقذفون
ويقذفون من كل جانب دحورا 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 ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ما اتخذ صاحبة ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله 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 السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا قالوا آمنا برب هارون وموسى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر ويقولوا سحر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر
قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة 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 من لساني يفقه قولي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح إن هؤلاء متبر ما هم فيه متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب ساحر كذاب ساحر كذاب وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر ائتوني بكل ساحر عليم ائتوني بكل ساحر عليم إنه لكبيركم إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر الذي علمكم السحر الذي علمكم السحر قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت 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 قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وفجرنا فيها من العيون فيها عينان تجريان فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فوجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فستبصر ويبصرون ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناضرة، ناضرة، وجوه يومئذ ناضرة. فأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء للناظرين، بيضاء للناظرين. فنظر نظرة، فنظر نظرة، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فارجع البصر، فارجع البصر، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. فلما رأوها، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون. قالوا فأتوا به على أعين الناس، على أعين الناس، على أعين الناس لعلهم يشهدون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه، خذوه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.
ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا قال فاخرج منها
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال فاهبط منها قال فاهبط منها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا يخرج إلا نكدا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الزانية والزاني فاجلدوا 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 كل واحد منهما مئة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.